السلام عليكم، اليوم راح نتكلم عن الـ MTA أو الـ Mineral Trioxide Aggregate، وراح نتكلم أيضا عن الـ Calcium Silicate Materials. بس قبل أن نبدأ الفيديو، إذا حابب تتابع المحتوى اللي أقدمه لا تنسى الاشتراك بقناتي على اليوتيوب أو صفحتي في الفيسبوك Dentity. هذه حالة ريتريتمنت كنت أشتغلها البيشنت أعرفه شخصيا، وقال لي إن الدكتور اللي فتح على السن سوالي Perforation أو ثقب في السن لما كان يدور على القنوات. وخرت الكيريس والحشوة المؤقتة ونظفت البولب تشامبر وأخذت صورة للسن وطلعت لي هاي. لاحظوا وياي هذا البرفوريشن، حطيت شوية صوديوم هايبوكلورايد حتى يوقف النزيف وصورته. برأيكم شو راح نقدر نعالج هاي الحالة؟ هل نخلع السن؟ أو أكو شي نرقع بيه مكان هذا الثقب؟ طبعا الحمد لله أكو، والفضل يرجع لهذا الدكتور، الدكتور الإيراني محمود توربنجاد اللي اسمه صعب لكن صدقوني خلى حياتنا سهلة باختراع لمادة الـ MTA اللي غيرت بشكل كبير طب الأسنان وخاصة جانب الإندو والريستورتيف. خلينا نبدأ بالجانب الممل وناخذ تركيبة الـ MTA. يتكون الـ MTA أساساً من البورتلاند سيمنت، وهو باختصار الإسمنت العادي اللي يستعمل بالبناء. الدكتور محمود أخذ الإسمنت وشال منه جميع المواد السامة والمعادن، وأضاف له مادة اسمها البزموث أوكسايد حتى تصير راديو أوبيك بالإكس راي، وأضاف لها أيضاً مادة أخرى اللي هو الكالسيوم ديهايدريت اللي بعدين شالوها حتى يقللون من السيتنج تايم، بس كانت هذه هي التركيبة الأساسية للـ MTA سابقاً. نجي هسه للتايبس اوف ام تي اي. التايب الاساسي والقديم هو الجراي ام تي اي، يعني الام تي اي الرمادي. يحتوي هذا الام تي اي على ماده الفيروس اوكسايد، وهو اللي يخلي لون الام تي اي رمادي. طبعا هذا الشيء يسبب في ديسكالريشن للسن وللجنجيفا، لذلك هو لا يستعمل ابدا الاسنان الاماميه لان راح يخلي لونها رمادي، ويتميز بانه اقوى من النوع الابيض اللي راح اذكره بعدين، ولذلك يستعمل في البوستيرير تيث لانه اقوى ولان اللون في البوستيرير مو مهم جدا. النوع الثاني هو الـ White MTA، بدلوا الفيروس أوكسايد بالمغنيسيوم أوكسايد فصار لونه أبيض، وهذا الشيء منع التصبغ حوالين السن وحوالين اللثة، لذلك هذا النوع يستعمل في الـ Anterior Teeth. نجي للميكسينج. الـ MTA يجي عن طريق باودر يتخلط بالماء العادي أو السيلين اللي يطول السيتنج تايم أو اللوكال أنستيزيا اللي هو حتى هو يطول السيتنج تايم أو مرات حتى يمنعه. الباودر تو ليكويد ريشيو هو 3:1. نخلط الـ MTA على glass slab اللي هو سطح زجاجي بأداة معدنية أو بلاستيكية. الـ setting time للـ MTA النوعيات القديمة كان يصل إلى ساعتين أو أكثر، لكن مع تطور العلم خفضوها إلى 12 دقيقة تقريبا. نجي ناخذ أشهر الشركات اللي تصنع الـ MTA. الشركة الأولى هي شركة Angelus، وهي عبارة عن شركة برازيلية. الـ setting time لهذا الـ MTA هو 15 دقيقة حسب إرشادات المصنع. الماركة الثانية اسمها New MTA 2 باي شركة أفالون بايوميد الأمريكية، واللي أخذت جائزة الدنتال أدفايزر بأنها أفضل MTA لسنة 2021. الشركة الثالثة المشهورة هي الدنت سبلاي سيرونا، واللي مشهورة بالبرو روت، وهو يعتبر من أول الشركات اللي صنعت الـ MTA. نجي للإنديكيشن الخاص بالـ MTA أو متى نستعمل الـ MTA. يستعمل الـ MTA في الـ Indirect Pulp Cap، يعني لما يكون عندك تسوس عميق جدا لكن ما واصل للعصب ونخاف أن البلب يتحسس، فنحط طبقة من الـ MTA حتى تكون عازل وتحمي البلب. الاستعمال الثاني هو الدايركت بلب كاب، يعني انك تحطه دايركتلي مباشرة على البلب اذا التسوس كان واصل للعصب او بالغلط حفرت وصار ثقب بالسن، بس لازم يكون الثقب صغير. لما نحط الـ MTA على البلب راح يحفز تكوين شيء اسمه الدينتين بريدج، وراح يطلق الـ MTA كمية كبيرة من الكالسيوم، وراح يكون هيدروكسي أبتايت، بالاضافة ان الـ pH راح يكون عالي، وهذا الشيء راح يقتل اي بكتيريا في مكان البلب اكسبوجر، وبالتالي يساعد على الشفاء. يستعمل الـ MTA مثل ما ذكرنا لعلاج البرفوريشن، سواء كان بالفلور مثل الصورة الموضحة قدامكم أو بالروت من الداخل. يستعمل الـ MTA للبالبيتومي، وهي عملية باختصار نسويها للأسنان اللبنية وحتى الدائمة أحيانا، نوخر بها الجزء الأعلى من البلب اللي هو البلب تشامبر ونحط مكانه MTA، وبهاي الطريقة نحافظ على باقي النيرف اللي موجودة بالروت كانالز. طبعا توجد عدة دراسات تقول ان الـ MTA أنجح مادة تستعمل في البالبيتومي، وأنجح من الفورماكريزول ومن الفيريك سولفيت. لما يكون عندك سن تحتاج اندودونتيك تريتمنت، يعني تحتاج علاج عصب، وتكون الايبكس مفتوحة وغير مكتملة النمو، هذا الشيء راح يصعب علاج العصب لأنه ما راح نقدر نسوي حشوة الجذر للأخير. الحل ان نفتح اكسس كافيتي على السن وننظف القناة العصبية ونحط الـ MTA في المكان البلب تشامبر. الـ MTA راح يحفز السن انها تغلق الاوبن ايبكس حتى نقدر نكمل علاج العصب بسهولة. هذه العملية تسمى بالابكسوفيكيشن. يستعمل الـ MTA كروت اند ماتيريال او كباكفيل ماتيريال، يعني لما نسوي عملية ابيسكتومي او نقص نهاية الجذر نظرا لوجود التهاب او كيس، الطبيب راح يستعمل الـ MTA
ويسكر بيها السن من فوق، وهذا معنى back end filling، يعني انك انت تحشي السن من الجهة الاخرى من مكان السيرجري. الانترنال ريزوبشن او الذوبان الداخلي للجذور يصير لعدة اسباب، واذا صار للسن صعب ان احنا نسوي حشوة جذر بالجتابيرتشا. نستعمل الـ MTA كحشوة للجذر حتى تسد الفراغات اللي سواها الذوبان وتحفز على عملية الهيلينج والعلاج. يستعمل الـ MTA كأيبيكال بلغ لما يكون فتحة الأيبيكس واسعة، يعني نحط الـ MTA في نهاية الجذر حتى يسوي لنا ستوب أو نقطة وقوف نقدر نستعمل فوقها الورم جتابيرتشا ونسوي أوبتريشن بنجاح. أكو نوع مميز من الـ MTA يستعمل كسيلر للأوبتريشن في الإندو، ويتميز بأنه هاي فلو ولو فيلم. لو تسمعون بأي كورس أو منشور عن شيء اسمه البايو سيراميك سيلر، هو عبارة عن MTA based سيلر فقط، ومثال عليه اللي هو MTA فيلابيكس باي شركة أنجلوس. هسه رح ناخذ الكاركترستيكس الخاصة بالMTA، يعني شنو الشغلات اللي خلت الMTA هي مادة غير الطب الأسنان. الMTA بايو كومباتيبل للبيريراديكولار تيشو، يعني ما يسوي أي حساسية للأنسجة المحيطة بالسن. الMTA مثل ما ذكرنا أنه يطلق معادن وكالسيوم تحفز على تكوين الدنتين بريدج وتجذب الخلايا المكونة للأنسجة اللي حوالين السن، وهذا شيء ممتاز يخليها تصلح أغلب المصايب اللي نسويها وتتفوق على مواد أخرى مثل الكالسيوم هيدروكسيد وغيرها. الMTA لما ينحط على السن تكون القلوية عالية، وهذا شيء راح يخليه يشتغل كأنتي باكتيريال ويقتل البكتيريا وما يضر السن. ميزة أخرى بالMTA إنه non-resorbable، يعني ما يذوب وما يتأثر بالسوائل. الMTA يتصلب بوجود السوائل اللي تعتبر شرط أساسي حتى يتصلب، ويقدر يتصلب بوجود الدم والسوائل الأخرى، وهذه ميزة ممتازة تخلينا نستعملها في حالات البرفوريشن. الMTA ما بي polymerization shrinkage، وهذا الشيء يخلي المارجنال ليكج قليل جدا إذا كان موجود أصلا. لما يتصلب الMTA يكون الـ pH 10.2 تقريبا، وترتفع إلى 12.5 بعد ساعات، وهذا يشتغل مثل ما ذكرنا كأنتي بكتيريا ويحفز على تكوين الهيدروكسي أباتايت. ومثل ما ذكرنا أن الMTA يحتوي على مواد هيدروفيلك، يعني محبة للماء، وتقدر تتفاعل في وجود الماء أو الدم أو السوائل الأخرى، يعني العزل اللي احنا نعاني منه مسامحنا به الMTA إلى حد كبير. قوة التحمل الMTA تزيد تدريجيا وتوصل لأفضل نتيجة بعد شهر، واللي هي تكون قريبة للدنتين. الMTA يعتبر راديو أوبيك بالإكس راي، وهذا الشيء ساعدنا نحن نشوفه. راح نتكلم هسه على المنافس الجديد للMTA اللي هو البايودنتين باي شركة سيبتودنت. البايودنتين عبارة عن مركب يحتوي على كالسيوم سيليكيت مضاف له زيركونيوم أوكسيد حتى يصير راديو أوبيك. البايودنتين يشتغل مثل الMTA ويطلق الكالسيوم ويحفز على تكوين الدنتين بريدج، ويستعمل نفس استعمالات الMTA بالضبط، لكن عنده مميزات تفوق الMTA. مثل الMTA يعتبر ممتاز في المارجنال ادابتيشن، لكن بعض الدراسات تقول ان البايودنتين متفوق عليه. السيتنج تايم للبايودنتين يعتبر اقل بفرق بسيط من الMTA. أسوأ عيب واللي يعتبر العيب الوحيد للMTA هو الهاندلينج، صعب جدا انك تتعامل مع الMTA او انك تحطه داخل السن، فالبايودنتين يتفوق على الMTA لانه هو يشبه الكومبوزيت والتعامل وياه اسهل. يطلق البايودنتين الكالسيوم بشكل كبير أكثر من الMTA حسب الدراسات. يستعمل البايودنتين مثل استعمالات الMTA بالضبط، لكن زايد عليه أنه يستعمل كحشوة مؤقتة للإنامل والدنتين. تخيل عندك مادة تشبه الMTA وما تحتاج ميكس، يعني جاهزة للاستعمال وتتصلب بالضوء في 20 ثانية. هذا هو تعريف تقريبي للثيراكال باي شركة بيسكو الأمريكية. الثيراكال هو عبارة عن كالسيوم سيليكيت لاينر يتكون من بورتلاند سيمنت مثل الMTA ويحتوي على ريزن حتى يتصلب. يستعمل الثيراكال كلاينر، يعني يحمي البلب من أي شيء مضر، ونقدر نستعمل وياه جميع الحشوات. شركة بيسكو تقول إن الثيراكال نقدر نستعمله كدايركت بلب كاب مباشرة على البلب، وإحنا نعرف إن الريزن مضر للبلب. الدراسات لليوم قليلة عن هذا الشيء، لكن يوجد من يؤيد ويوجد من يرفض هاي الفكرة. نجي لخواص الثيراكال. الثيراكال يطلق الكالسيوم. الثيراكال الـ pH يصل إلى 11 بعد ساعات من استعماله، ويعتبر راديو أوبيك ويتحمل وجود السوائل، ونقدر نستعمله تحت أي حشوة، ونقدر نسوي له أسيد إتشنج بأي طريقة، وطريقة استعماله سهلة جدا، عبارة عن سيرنج جاهزة للاستعمال. وصلنا للجزء العملي من الفيديو، رح ناخذ طرق استعمال الMTA والبايودنتين. رح نشرح عليه هو الاستعمال البايودنتين. طبعا هذه الكيس عبارة عن class 2 upper 6. لاحظوا وين ما مأشر الدكتور صار عندنا pulp exposure. لاحظوا الفاسكولاريزيشن الخاص بالpulp بدأت تبين عندنا.
فأول شيء المفروض نسوي إحنا شنو؟ إن نسوي هيموستاسيس، يعني إحنا نوقف النزيف. هو هنا استعمل 2% كلوروكسيدين كديس إنفكشن، لأن بليدنج ما عنده. كاتب إذا صار عندك، إذا عندك بليدنج استعمل 3% هاي صوديوم هايبوكلورايد، بس هو ما عنده بليدنج فراد يسوي ديس إنفكشن، بس مجرد إن هو يوخر البكتيريا عن طريق استعمال 2% كلوروكسيدين. كلوروكسيدين means antibacterial. بعدين ننشف المكان. هنا راح يستعمل البيودنتين اللي ذكرناه في المحاضرة. يجي عن طريق كبسولات، تفتح الكبسولة. المانيفاكتشر يقول استعملوا 5 قطرات لكل كبسولة، فهو حاليا قاعد يحط 5 قطرات من الليكويد يحطها داخل الكبسولة. بعد ما تحط القطرات داخل الكبسولة لازم تغلقها بإحكام وتحطها بالأمالجاميتر، تطير بيها رأسا على الأمالجاميتر، نفس اللي نسوي به الكبسولات مع الأمالجام. تحطها لمدة 30 ثانية. أنا بنسوي تريتريشن. هاي الطريقة أسهل من أنك تخلط الباودر والليكويد بميتال انسترومنت. هنا الكبسولة جاهزة أنك أنت تستعملها. خلاص ما عليك إلا أنك تفتح الكبسولة وتفرغها بأي مكان تقدر أنك أنت تجيب انسترومنت وتاخذ منها. طبعا لاحظوا البايدنتي مثل ما قلنا أحسن من الام تي اي بالاستعمال، يعني تقدر أنك أنت تتحكم به أفضل من الام تي اي. تحط بلاك بسيطة على مكان البلب اكسبوجر وتجيب أي أداة كوندنسر تسوي بها كوندنسيشن. طبعا تقريبا السيتنج تايم الخاص به هو 12 دقيقة على حسب ما قرأت بالإرشادات. أنا الدكتور يراقب يشوف إنه هو سوى سيلينج بالإكسبوجر كامل ويتأكد إن الماتيريال صار لها فلو على الفلور بالكامل. بس إحنا نريد نخلي المنطقة البايودنتين على منطقة الإكسبوجر فقط، حتى الباقي نسوي له أسيد إتشينج وبعدين نحط له كومبوزيت. فالأفضل إنك تخلي المادة على حسب الإكسبوجر فقط. اي هنا كاتب انه هو 12 دقيقة حتى سيلا سيتنج، تعتبر مدة طويلة للأمان. طبعا يتأكد هنا انه صار له سيتنج، يحاول يضغط عليه يتأكد انه هل صار له سيتنج ولا لا. حتى اعتقد صار له سيتنج. هو هنا استعمل الريزن موديفايد جلاس انمر، حطها فوق الكومبوز فوق البايودنتين تو سكيور، يعني حتى يضمن ان الحشوه تقعد مكانها. طبعا هو ذكر ان انا قال انا ما استعمل الثيراكال، ليش؟ لان الثيراكال مثل ما قلنا بيرزن والرزن قريب على البلب ممكن يسوي اريتيشن، فقال انا استعملت الريزن موديفايد جلاس انمر افضل من اللي هو الثيراكال لاينر. فهسه حاليا هو حط الجلاس انمر، حطه فوق البايودنتين وحاول ان هو يغطي به طبقة البايودنتين كاملة. قلت لكم كل شخص وبشنو يؤمن. اكو اللي يحط الثيراكال مباشرة كدايركت بلب كاب، واكو اللي لا، اللي يحط مثلا بايودنتين ويحط فوقه الثيراكال، واكو اللي يحط بايودنتين، واكو اللي يحط ام تي اي، يعني كل واحد والمدرسة اللي يؤمن بها. طبعا بما انه هو ريزن موديفايد فهو الكلاس انمر هذا يصير له لايت كيور، سوى لايت كيور حتى يتسلم. خلاص هسه كمل هو مجرد انه يسوي ريفايننج مثل ما قال، يدي يوخر لو اكو اوفر هانج لو اكو شارب ايدجز، حتى بعدين يحط الماتريكس
ويبدي يسوي الكلاس 2. الفيديو هذا راح نتكلم على الـ MTA. لاحظوا يعني بالإكس راي ان اكو perforation صاير عن طريق metal post، فالدكتور هسه حاليا قاعد يوخر metal post، او بالاحرى وخرها، هو وفر علينا، طلع metal post اللي تسوي perforation. طبعا تستعمل الالتراسونيك اذا تريد توخر metal post، انك انت تستعمل الالتراسونيك على مود تكسر بيه السمنت اللي حوالين الميتال بوست، مثل ما جاي يسوي الدكتور هسه. لما تتكسر خلاص راح تلقى البوست يقدر يتحرك، وانتي كلوك وايز حركه عم يطلع بالعكس. هسه حاليا نستعمل بالبير الالتراسونيك حتى يوخر السمنت اللي حوالين القناه حتى يطلع الجتر بيرشا. مثل ما ملاحظين بدات تطلع الجتر بيرشا، جاي يوخر السمنت هسه الدكتور. طبعا لاحظوا البرفوريشن اللي موجود بالسنتر مال السن، بس الدكتور جاي يحاول يوخر الكتابيرشا، وراح يسوي ريتريتمنت. بعد ما يسوي الريتريتمنت البرفوريشن اللي قاعد تشوفوه قدامكم راح يسده بالام تي اي. هسه حاليا قاعد يوخر هو الكتابيرشا، يوخرها من الاورفيس شويه حتى بعدين يدخل فايل مال ريتريتمنت ويقدر يسحب الكتابيرشا. هذا استعمل الريسبروك R25 باي شركه VDW. طلع الجتا بيرشات، ومثل ما تشوفون عندنا 2 perforation صارت بالميدل. بس حاليا هو سوى الاندو، ولاحظوا ان هو استعمل الفيلابيكس MTA باي انجلوس اللي هو البايو سيراميك سيلر، وسوى obturation للقنوات. كيس صعبة جدا الصراحة. هسه حاليا جاي يستعمل MTA مثل ما تلاحظون، يجي ويحطها على مكان البرفوريشن. لاحظوا ان الام تي اي تقدر تحطها على البليدنج مباشره، وقاعد يسوي له كوندنسيشن هسه، والبرفوريشن الثاني هذا تجيب بعد ما تخلط الام تي اي، مجرد انك انت تجيش وتضغطها بالقناه خلاص سكر بيها البرفوريشن. وهذا البوست اوبريتيف اكس راي، لاحظوا انه وخر بوست وسوى obturation وسكر البرفوريشن. الحالة الثالثة هي direct pulp capping. الحالة هاي راح يستعمل الدكتور بها MTA، دا يوخر هسه الحشوة القديمة، ومبين اللي تحت مثل الأمالغام تقريبا، أمالغام وفوقها حشوة كيس مخربطة شوية. طبعا هذا هو الانفكتد دنتين، راح يحاول يوخره بسبون اكسكافيتر حتى ما يحاول ان هو ما يدخل بال، ما يسوي بالب اكسبوجر. هسه استعمل لو سبيد وينظف، جاي يستعمل السبون حتى يوخر السوفت دنتين هذا. احسن طريقة هاي، مجهدة بس تضمن انك انت ما تطب اكسبوجر. طبعا هو هسه حاليا استعمل الهاي سبيد، ولاحظوا هذا البالب اكسبوجر صار. بس قلكم دونت بانيك، لان عندنا MTA. اول شي تستعمل صوديوم هايبوكلورات تركيز خفيف حتى يوقف لك البليدنج. لاحظوا انه استعمل 1.25 تركيز حتى يوقف البليدنج، تجفف شوي، تأكد ان المكان مال اكسبوجر بعد ما بي بليدنج ما ينزف. هسه تجي دايركتلي تحط MTA، هو حط MTA، سوي له كوندنسيشن بسيط، خلاص الاكسبوجر انسد. طبعا الدكتور هنا شنو حط؟ حط كالسيوم هيدروكسيد سمنت فوق ال MTA، وحط جلاس اينمر اللي هو ال conventional جلاس اينمر، وسوي اسيد اتشينج، وهذا البوندينج، وهسه سوى لايت كيور، وهذا حط فلوبل كومبوزيت، وبعدين بنى. طبعا هذا الشيء يسموه، هذا يسموه ساندويتش تكنيك، مثل ما ذكرنا بمحاضرة الجلاس اينمر، اللي هو انك تحط جلاس اينمر واي نوع، اللي هو الكلوز ساندويتش تكنيك، لان الجلاس اينمر قاعد داخل ما طلع برا. وهذا البوست اوبريتيف اكس راي. هذا كان درسنا لليوم، اذا استفدت لا تنسى الاشتراك بالقناة. وإلى حين نلتقي، دمتم بخير جميعاً.